كيف الطقس راح يكون في عطلة نهاية الأسبوع وأنسب المناطق اللي ممكن نطلع عليها رحلات والتفاصيل بالمختصر؟ يوم الخميس ويوم الجمعة إن شاء الله متوقع أنه ترتفع درجات الحرارة ولكن بشكل بسيط، يعني الحرارة والفرق اللي راح يكون مش كثير ملموس، فالأجواء بتشابه الأسبوع اللي إحنا مرينا فيه من ناحية درجات الحرارة. ومع يوم السبت متوقع أيضا تنخفض بشكل بسيط درجات الحرارة، ولكن بشكل عام وبالمختصر يوم الخميس والجمعة والسبت الأجواء حارة في معظم المناطق، وللناس اللي حابة تطلع أي مناطق عشان الرحلات فالأغوار والبحر الميت والعقبة الأجواء راح تكون جدا مناسبة، بس لازم ننتبه إنه ما نتعرض لوقت طويل لأشعة الشمس. وللناس اللي حابة تطلع المناطق الجبلية فالأجواء راح تكون جدا مناسبة تحديدا بفترات الليل، لأنه راح يكون فيها برود في معظم الأحيان تحديدا في ساعات المساء وساعات الليل المتأخر. فنتمنى لكم عطلة نهاية أسبوع سعيدة. إذا عندكم أسئلة تانية اكتبوا لنا إياها بالتعليقات لحتى نجاوبكم عليها. سلامات.